شباب الكفر بتاع الكتاب باين دلوقتي. اوكي يا مصطفى. يا دكتور. تمام روعة. ان شاء الله باذن الله النهارده هنكمل الجزء بتاعنا في البايو ستاتستكس. المحاضره بتاعت اور توديز ليكتشر از ريلي فيري امبورتنت. اتس اباوت انترفال استيميشن ان جنرال اوف بيبيوليشن مين، وكمان هدي لك الجزء الخاص بتاع الانترفال استيميشن اوف بيبيوليشن فاريانس. دول تو ميجرز مهمين جدا. خلي بالك ان الباراجراف الاولاني اللي انا هتكلم عليه دلوقتي بيوضح حاجه مهمه جدا. فاكر لو تفتكر اول تشابتر احنا اتكلمنا فيه على الاستاتستكس، اكدنا معلومه غايه في الاهميه ان انا ان ستاتستكس ان جنرال اور مين جول ذا بيبيليشن، هدفي الاساسي هو المجتمع، بس انا دايما ما بقدرش اوصل للريزلتس اللي انا عايزها بتاعت المجتمع بتاعت البيبيليشن لمجموعه من الاسباب. السبب الاولاني ان عدد البيبيليشن كبير جدا، ان التعامل معاه كوستلي، انه بيستنفذ وقت كبير في الدراسة بتاعته. ممكن لو انا جيت اعمل ادرس خاصية معينة على البيبوليشن، البيبوليشن ده يحصل له مشاكل، يبقى ديستراكتد، يبوظ، فبالتالي انا بشتغل على سامبل والريزلتس بتاعتي اللي بنا بوصل لها على السامبل I will try to apply it on the population. الشابتر ده dedicated او for how to apply what you got from sample to population. فبيبدأ بيقولك statistical estimation is very important branch of statistics. Actually, it is the main purpose of statistics in general, as it is called inferential statistics. هو ده الهدف الأساسي من statistics. إن أنا من السامبل statistic اللي هم مثلا X bar و S square و S، أو يعني المتوسط والvariance أو الstandard deviation، using inferential statistics method أقدر أوصل للpopulation parameters اللي هو المين بتاع population أو الvariance بتاع population أو الstandard deviation بتاع population. لو تتذكر الشكل اللي قدامك ده كان already exist in chapter 1، وكان بيأكد ان انا كان الهدف الاساسي بتاعي هو البوبوليشن بارامترز، لكن للاسف غالبا ما بقدرش احصل على البوبوليشن بارامترز، بجيب انستد السامبل ستاتستكس وبعدين بستخدم الجزء اللي انا هدرس زيه النهارده اللي هو الانفرنشال على اساس او الانفرنس علشان اقدر اجيب البوبوليشن بارامترز اللي ان انترست. طيب ده يجرنا لمجموعة من الديفينيشنز البسيطة. رقم واحد يعني ايه استيميشن؟ الاستيميشن it is the simplest form of inferential statistics which uses known sample evidence to draw conclusion about the population. وهو ده اللي انا بعمله، انا هستخدم مجموعة من الميثودز وبستخدم sample evidence علشان أقدر to draw estimation about the population parameters، علشان أقدر أجيب population parameters. An estimate by itself it is a numerical value that's assigned to a certain population parameter. ده الرقم اللي انت هتعتبره بالنسبة للأنون بتاع population. الاستيميتور الميثود باي ويتش وي ديتيرمين ذا انون بارامتر. الاستيميتور هو الطريقه اللي انا هستخدمها عشان اوصل من السامبل ستاتستكس للبيبيليشن بارامتر، ده اللي بيطلق عليه استيميتور. طيب ايه هي الديزايربل بروبيرتيز فور ان استيميتور؟ ايه هي الحاجات اللي مطلوبه منك بالنسبه للاستيميتور او يعني ذا موست امبورتنت بروبيرتيز؟ Number one, unbiased measure. لازم الميجر أو السيستم أو الانفرنس أو الاستيميشن اللي أنا هستخدمه علشان أوصل للداتا بتاعت البيبوليشن من الداتا بتاعت السامبل، لازم يكون الاستيميتور ده رقم واحد unbiased measure. رقم اتنين لازم يبقى consistent estimator. Number three يبقى efficient estimator. طيب كل واحدة معناها إيه؟ يعني إيه unbiased measure؟ رقم واحد this means the expected value of the estimator is equal to the parameter being estimated. يعني لو أنا جبت المتوسط بتاع الاستيميتر اللي أنا هستخدمه علشان أقدر أوصل للبيبوليشن بارامتر، ألاقي على طول المتوسط ده والexpected value هيها البارامتر بتاعت البيبوليشن. رقم اتنين consistent estimator. يعني إيه consistent estimator؟
يعني كل لما السامبل سايز زاد او كل لما انت زودت العدد البريسيشن ويل بي امبروفد والريليابيليتي ويل بي امبروفد. كل لما زود السامبل سايز كل ما هوصل الى نتائج اقرب للبيبيليشن بارامتر اللي انا ايم تو هاف ات. برضو كمان efficient estimator means يعني ايه efficient estimator؟ efficient estimator it means even though if we have to use a small sample size we will get a suitable accuracy for our probability او probability اللي انا عايز ان انا اوجدها. يبقى اذا in general انا عندي three main probabilities مطلوبين بالنسبة للمجر اللي انت تستخدمه. رقم واحد unbiased، رقم اثنين consistent estimator كل ما زود العدد كل ما الدقة تزيد، efficient estimator even though لو انت استخدمت عدد صغير برضو بتاع sample برضو هتحصل على suitable accuracy. دي required probabilities بالنسبة للestimator. طيب ايه هي المين forms of estimation؟ عندي two types of estimation، يا إما point estimate يا إما ال point estimate يا إما ال interval estimate. يبقى أنا عندي رقم واحد ال point estimate يا إما ال interval estimate. مصطفى سمعني صوت كويس؟ شباب أوكي أوكي perfect give me one second please خليني أخذ attendance. أوكي. طيب إيه المقصود بالpoint estimate؟ الpoint estimate it means إن أنا أقدر أستخدم single numerical quantity to represent a desirable population parameter. يعني ممكن أستخدم رقم محدد، الرقم ده هو هيبقى الحاجة اللي أنا عايزها. زي ايه مثلا على سبيل المثال؟ زي مثلا انا هستخدم الاكس بار اللي هو السامبل مين تو ريبريزنت البوبليشن مين. يعني انا هجيب سامبل اطلع لها متوسط، خلاص انا هعتبر الرقم بتاع المتوسط ده هو متوسط البوبليشن على طول، او ان الفارينس بتاع السامبل هو بالظبط البوينت استيميت بتاعه البوبليشن فارينس. طبعا خلي بالك ان كده احتمال الخطأ كبير جدا، يعني ممكن بصورة كبيرة جدا تتأثر الاكيوريسي بتاعتك بالبوينت استيميت، لان انت كده بتأكد ان انا يعني الاتنين متطابقين على بعض، المين بتاع السامبل هو المين بتاع البوبليشن، وده معناه ان انت الاكيوريسي بتاعتك هتتأثر بالكلام اللي احنا بنقوله. يعني مثلا يا مصطفى زي ما اكون انترستد في متوسط الدخل فاعمل عينة اخد فيها مجموعة من الاسر واطلع ان متوسط الدخل مثلا بتاعها 5652 وربع، اروح قايل متوسط الدخل بتاع العائلة في الفرد المصري في الشعب المصري هو 5600 مش عارف كام وربع. هنا احتمال الخطأ كبير جدا، لأن وارد جدا إن الرقم ده ما يكونش بالضبط هو representative for each family، فيبقى نسبة الخطأ فيه عالية جدا. فلو أنا هاخد قرار اعتمادا على إن ده متوسط الدخل بتاع الأسرة المصرية، يبقى إذن ممكن جدا إن القرار اللي بيزد على ده ما يكونش accurate أو يكون محسوب بدقة كبيرة. معايا شباب حضراتكم تابعيني؟ أوكي طيب أعمل إيه؟ أعتقد إن الأحسن وطبعا هو ده الأفضل اللي يحقق لك reliability أقوى إن أنا أقول إن المين بتاع البيبليشن is enclosed within a certain interval، يعني المين بتاع المجتمع هو محصور داخل فترة محددة، ده اللي بيطلق عليه interval estimation وده more accurate لأن احتمال الخطأ فيه بيكون أقل من point estimate. هنا انا هقول متوسط مثلا لو بتكلم على كلمه على المثل بتاع متوسط الدخل،
لما حسبت للسامبل طلع 5000 مثلا 500 مش عارف وكام، يبقى اذا بتاع البيبيليشن اقدر اقول اه والله انا متاكد بنسبه 95% ان متوسط الدخل للاسر المصريه ما بين 4000 جنيه مثلا و 7000 جنيه. كده يبقى انا عززت اكتر فرص او قللت فرصه الخطا، لاني حكمت المتوسط داخل فتره بريليابيليتي محدده. هنا بيقول لك اهو which acknowledge that some sampling error is unavailable. In other words, we will have the required parameter enclosed in a specific limit او in a specified limit. يبقى اذا انا عرفت ان انا عندي point estimate وعرفت ان انا عندي ايه interval estimate. طبعا المور اكريت انك تحكم القرار بتاعك او القيمه بتاعتك داخل interval. يبقى اذا ده اللي احنا هندرسه في الوقت الراهن. يبقى انا هدرس الانترفال استيميشن اوف مثلا اول بارامتر تيهمني قوي البيبيوليشن مين. لو انا عايز اتكلم على الاستيميشن بتاع البيبيوليشن مين، يبقى انا هبدا اخش في جزء مهم جدا وهو الريليابيليتي، او انت متاكد بنسبه كام من المصداقيه للارقام اللي انت هتجيبها. فيبدأ يخش لك حاجة اسمها confidence level اللي هو the probability that the population mean will be within the interval that you aim for. يعني ما هو احتمال ان the population mean بالفعل يكون داخل الفترة اللي انت هتحسبها. ده اللي احنا بنسميه confidence level. وطبعا ده معناه برضو بمعنى آخر أو وجهة نظر أخرى إن الconfidence level هو احتمال السكسس أو احتمال النجاح، أو هو احتمال التأكد من الريزلتس اللي انت بتطلعها. طبعا معنى إن أنا أقول إن أنا متأكد بنسبة 95% يعني أنا accepting an error بنسبة 5%. يبقى لما أقول confidence level 95% it means we accepting 5% error. طبعا الخمسة في المية دي لو أنا قسمتها على 2 هطلع باتنين ونص في المية اللي هو احتمال الخطأ in each side. ما هو معنى أن أنا بقول خطأ داخل interval يعني معناها يا إما القيم كانت أكبر من الحد الأعلى بتاع الانترفال، يا إما القيم اللي أنت بتحاول تعمل لها estimation كانت أقل من الحد الأدنى بتاع الانترفال اللي أنت بتتكلم عليه. لذلك هتلاقيني باجي أقول أن الفترة بتاعة الوسط هي ده الconfidence level represent الانترفال بتاعتك ومقدار التأكد من الداتا بتاعتك. فبتلاقي الجزء ده اللي هو بقول عليه confidence level. الconfidence level ده بيحكم ان انا عندي 5% مثلا لو انا بتكلم على confidence level 95% يبقى on the right hand side في عندي 2.5% ده percent of error، وعندي 2.5% في the other side برضو ده جزء بيدل على الخطأ. بالنسبة لنا أنا محتاجك أنك تحفظ القيمة بتاعة الزد ألفا على 2 اللي بتناظر confidence level 95%. حاليا يا مصطفى أنت حفظتها خلاص. بالنسبة لي لما أقولك يا مصطفى قيمة الزي ألفا على 2 أو قيمة الزد أو الستاندرد نورمال فاليو اللي الكي بتاعها بكام مع كونفيدنس ليفل 95% هتقول لي 1.96. طيب لغايه دلوقتي انت كلمتني يعني ايه استيميشن، يعني ايه استيميتور، ايه الهدف منه. طب هو انا فين الانترفال اللي انا هتكلم عليها؟ الانترفال اللي انا هتكلم عليها اهي المين بتاع البوبوليشن بيساوي الاكس بار زائد أو ناقص margin of error. ده اللي يدي لك interval. طيب margin of error ده هيساوي إيه؟ هيساوي Z ألفا على 2 times sigma of X bar. هي sigma X bar دي انت فاكر انت شفتها فين؟ الحتة اللي أنا بشاور عليها دي اللي هي sigma X bar، الجزء اللي أنا بشاور عليه ده، ده عدى عليك قبل كده؟ طبعا ده عدى عليك في central limit theory في شابتر 6 بتاع النورمال ديستريبيوشن.
وهو بالفعل اللي هو الستاندرد ديفيجن بتاع السامبل مينز. خلي بالك اللي انا كاتبه ده اقدر اكتبه على طول في شكل العلاقه بتاعت الانترفال اللي انا بشاور عليها دلوقتي. المين هو اقل من او يساوي الاكس بار بلس زد الفا على 2 سيجما اكس بار، وفي نفس الوقت المين بتاع البيبيليشن هو مور ذان اور ايكوال الاكس بار لما اشيل منها القيمه بتاعت زي الفا على 2 سيجما اكس بار. دي الانترفال استيميشن، ده القانون اللي انت مطالب انك تكون حافظه كويس جدا. يبقى لما اقول لك هات لي الكونفيدنس انترفال استيميت بتاعت البيبيليشن، على طول بكتب القانون ده، ده القانون اللي انا هستخدمه اللي بيقول ان المتوسط بتاع البيبيليشن هو اقل من او يساوي واكبر من او يساوي المتوسط بتاع السامبل زائد او ناقص زي الفا على 2 مضروبه في سيجما اكس بار. لو تفتكر سيجما اكس بار، ودي موجوده في الليكتشر اللي فاتت، كانت حسب من قانونين، يا اما سيجما اوفر روت ان، يا اما سيجما اكس بار بتساوي سيجما اوفر روت ان سمول سكوير روت ان كابيتال ماينس ان سمول على ان كابيتال ماينس 1. طيب امتى بستخدم سيجما اكس بار دي تبقى بالشكل ده؟ في حاله ان حجم العينه صغير مقارنه بالبيبيليشن، يعني معناه ان ان سمول على ان كابيتال less than 0.25. طيب امتى استخدم سيجما اكس بار اللي هي سيجما اوفر روت ان مضروبه في الكوركشن فاكتور ده؟ لو السامبل سايز بالنسبه للبيبيليشن سايز مش صغير قوي، يبقى ان سمول اوفر ان كابيتال هي رقم اكبر من 0.05، رقم بيزيد عن 0.05. يبقى حاليا يا شباب لو انتوا واخدين بالكم معايا، يبقى كل حاجة تقريبا واضحة قدامك، وانا خلصت نسبة كبيرة من الليكشر بتاعت النهاردة. خلي بالك ان القانون اللي انا بشاور عليه ده، مصطفى سمعني، ها شباب سمعني، نعم يا دكتور. القانون اللي انا بتكلم عليه ده لو انت خدت بالك يا مصطفى، هتلاحظ ان في شرط، ان لازم يكون البيبيوليشن ستاندرد ديفيجن is available. ما انت في الاصل لازم يكون سيجما موجوده معاك، فانت لو سرحت بدماغك سنه كده يا مصطفى، هتقول لي ازاي انا بحاول اجيب المتوسط بتاع المجتمع وانا اصلا يعني معناه انه مش موجود معايا؟ طب ازاي هيبقى عندي البيبيليشن ستاندرد ديفيجن؟ يعني ازاي هجيب متوسط مجتمع وانا مش عارفه، والمفروض ابقى عارف المتوسط بتاع المجتمع، الستاندرد ديفيجن بتاع المجتمع. بقول لك لو السيجما هي افيلابل عندك من اي دراسه سابقه خاصه بالمجتمع ده، يبقى انا اقدر استخدم القانون ده. طب افرض ان الستاندرد ديفيجن بتاع البيبيليشن مش موجود معاك، مش عندك. لو الستاندرد ديفيجن بتاع البيبيليشن مش موجود، بغيره باني استخدم الستاندرد ديفيجن بتاع السامبل. شايف الاس دي؟ تفتكر يا مصطفى الاس دي كانت فين؟ الاس دي كانت في شابتر 3 اللي هو الفيريس ميجرز بتاعه السامبل، اللي هو الستاندرد ديفيجن بتاع العينه، اللي هو كان بيبقى اكس اي ماينس اكس بار كل سكوير مقسوم على ان ماينس 1. على طول كل اللي هيحصل نفس القانون اللي فوق، بس بدل ما انا بستخدم سيجما لا استخدم اس، وتبقى الاس بنفس القوانين وكل حاجه. يقول مصطفى يقول لي بس انا شايف القانون اللي فوق موجود فيه زد، القانون اللي تحت موجود فيه تي. اقول لك ما هو الزد دي اللي انت المفترض هتحفظها لما اقول لك confidence level 95% يبقى الرقم ب 1.96، ده هتحفظه يا مصطفى عشان ما اجيبلكش جدول تاني اقول لك فيه confidence level وقدامه الفاليو بتاعت زد الفا على 2. طيب ده معناه ان انا لو انا بشتغل على الحاله ان البيبيليشن ستاندرد ديفيجن از ان افيلابل، مش هقدر استخدم 1.96 1.96 من 100. امال التي دي هجيبها منين؟ هجيبها من تيبل، ده التيبل بتاع الستودنت ديستريبيوشن هيبقى موجود معاك في الامتحان ده وانا حبيت اسالك. طيب التي ديستريبيوشن ده بجيبه ازاي؟ بيتكون من جزئين، الفيرتيكال اكس موجود فيه عدد العينه ناقص واحد، والهوريزونتال اكس موجود فيه قيمه الفا على 2 اللي هو السيجنيفيكانس ليفل على 2.
بخش تقاطع الاثنين مع بعض اطلع الفاليو بتاعت التي. شباب اعتقد ان احنا ديسبرت ان احنا نشوف مساله. تعال معايا كده نبص على مساله. المساله اللي موجوده عندك 7.1 المساله دي مهمه قوي، لان اكشوال المساله دي اربع مسائل في بعض. ما هو انت عندك القانون بتاعك في four main cases، ادي حالة التانية التالتة الرابعة. لذلك انا جايب مسألة على كل حاجة على اساس ان انت تتدرب وتبقى trained على ال various situations. دكاترة حضراتكم تابعيني معايا يا شباب؟ اوكي ذهب اوكي كله تمام اوكي يا نانسي. خليك معايا بقى قوي. بيقول هنا for a sample of five elements، معايا مصطفى، لعينة فيها خمس أفراد that had been withdrawn from a population with confidence level 95%. يعني أنا متأكد، عايز أبقى متأكد بنسبة 95%، وخدت عينة فيها خمس أفراد. بيقول find the confidence interval estimate، هات لي CIE confidence interval estimate. Number A, if the population variance is given by 16 units. If the population variance is given by 16 units. And the population size is determined by 50 units. يبقى هات لي البوبيليشن فاريانس اللي هو بيكون من البوبيليشن فاريانس is given ب 16 والبوبيليشن سايز بيساوي 50. ده كيس نمبر A. هات لي الكونفيدنس انترفال استيميت. نمبر بي، هات لي برضو الكونفيدنس انترفال استيميت لو الفاريانس ب 16 بس المره دي البوبيليشن سايز ب 5000. نمبر سي نفس الكلام، هات لي الكونفيدنس انترفال استيميت لو البوبيليشن فاريانس از نوت سبورتد، مش موجود عندك، اند ذا بوبيليشن سايز از ديترمند باي 50. Number D, لو the population variance is unknown or population standard deviation مش given and the population size is determined by 5000. كل دول العينة بتاعتك هي عبارة عن 22, 23, 26, 15, 22. ده شكل العينة بتاعتك. خلي بالك بقى، لو أنا بحل الحالة الأولانية أول حركة هعملها يا دكاترة، خلي بالك أنا بقولك إن الـ confidence level بيساوي 95%، يعني ده معناها إن الـ significance level 5%، يعني ألفا على 2 بتساوي 0.025. يبقى إذن دي المعلومة الأولانية اللي أنا اديتها لك من أول سطر، إن أنا confidence level 95%. طيب number A، الـ population variance is known، يعني أنت عندك الـ standard deviation. ما معنى أنا مديك الـ variance يعني أنت عندك standard. لما اقول لك ان الفارينس بيساوي 16 يبقى ده معناه ان الستاندرد ديفيجن بيساوي 4، يبقى انا كده عارف الستاندرد ديفيجن بتاع البوبيليشن ب4. بعدين المعلومه الثانيه، انا محتاج اكس بار عشان اقدر احسب القانون بتاع الكونفيدنس انترفال اللي هو بيساوي اكس بار زائد او ناقص زد الفا على 2 تايم سيجما اكس بار. اولا زد الفا على 2 عندي 1.96 لان الكونفيدنس ليفل 95%. طيب الاكس بار اقدر اجيبها بسهوله، اجمع الاليمنتس بتاعه العينه واقسمهم على عددهم يبقى انا جبت الافريج، خلاص انت معاك المتوسط. خلي بالك ان عدد المجتمع ب 50 وانت ساحب عينه بخمسة، لو انت جيت تقول 5 over 50 it's gonna be 0.1 which is a way more bigger than 0.05، يبقى ده معناه ان الستاندرد ديفيجن اوف اكس بار هيساوي سيجما اوفر روت ان تايمز ان كابيتال ماينس ان سمول على ان كابيتال ماينس 1، يبقى على طول هيبقى 4 اوفر روت 5 تايمز الروت بتاع 50 ماينس 5 على 50 ماينس 1 يطلع 1.7. يبقى انا عرفت سيجما اكس بار وعرفت زي الفا على 2 اللي هي 1.96. في الحالة دي أقدر أكتب القانون بتاعي على طول إن الـ confidence interval estimate تتحسب من القانون ده، المين less than or equal x bar plus z alpha على 2 times sigma x bar و more than or equal x bar minus z alpha على 2 times sigma x bar. يبقى أنا عرفت على طول إن المتوسط، إن المين بتاع الـ population بيساوي x bar plus z alpha على 2 times sigma x bar و negative z alpha على 2 times sigma x bar.
طبعا بكل بساطة بروح أشيل الـ X bar أحط مكانها 21.6 زد ألفا على 2 1.96 سيجما X bar أنا حسبتها من شوية صغيرين اللي هي 1.7 خلاص أنا جبت بحسب بقى الأرقام دي على بعضها يمين وشمال يبقى كده المين بينتمي للفترة from 18.24 to 24.95 دكاترة حضرتك متابعيني؟ تمام أنا معاك نانسي اوكي اوكي يا مصطفى دكتور دكتور ايوه سؤال اتفضلي هي الفا على 2.025 ازاي مش الالفا 5 مش 5 على 2 ب 0.25 على 2.5 بس ده 2.5% 2.5% معايا فاتنين ونص في المية تديلك 0.025 على فكرة انت قلتي حاجة مهمة جدا انت كده وضحتي ان الكونفيدنس ليفل 95% يعني 0.95 صح برضو؟ ايوه صح طيب انا ليه استفسار صغير تقدري تقولي ايه البروبابيليتي ان المين هي بيلونج تو ذيس انترفال يعني بأسلوب آخر What is the probability that the population mean will be within the CIE the confidence interval estimate تقدري تجاوبيني؟ طب حد يعرف؟ احتمالي احتمال ان متوسط المجتمع يبقى داخل الفترة دي الاحتمال ده بكام؟ ما انا عندي القانون اللي هو 95% يبقى 95% صح ولا ايه؟ ايه احتمال ان المين يبقى داخل الفترة دي 95% يا راجل ده انت اللي قايلها في الاول مش انا بقول لك ان الكونفيدنس ليفل ويعني ايه كونفيدنس ليفل؟ الكونفيدنس ليفل ده معناه انك متأكد بنسبة 95% ان المين بتاع البيبيوليشن within this interval صح ولا ايه؟ تمام مية مية تعال نشوف كيس نمبر 2 كيس نمبر 2 هي نفس المسألة بس باختلاف بسيط ان انا بدل ما البيبيليشن سايز كان بخمسين انا مديلك البيبيليشن شايف بدل البيبيليشن سايز ما هو بخمسين لا انا مديهولك البيبيليشن سايز بكام بخمس تلاف طب لو البيبيليشن سايز بفايف تاوزند ده يفرق معاك ايه؟ يفرق معايا ان لما هجيب ان سمول على ان كابيتال هيطلع فاليو لزن 0.05 فلما اجي احسب سيجما اكس بار تتحسب من اللو اللي هو سيجما اوفر روت ان يبقى 4 اوفر روت 5 اللي هو يطلع 1.788 لكن بقيه الثوابت التانيه اللي موجوده في المساله ات ويل بي ذا سيم فيبقى المين less than or equal more than or equal x bar اللي هو ب 21.6 plus z alpha على 2 اللي هي 1.96 المفروض انك حافظ الرقم times sigma x bar اللي هي 1.789 يبقى انا دلوقتي عرفت ان المين within this interval وبرضه بنفس الاسلوب لو قلت لك ايه احتمال ان المين belongs to this interval يبقى هو الconfidence level طيب الكيس نمبر سي لو حصل ان البيبيليشن فاريانس از نوت سبورتد يعني انت ما عندكش البيبيليشن فاريانس او البيبيليشن ستاندرد ديفيجن في الحاله دي هضطر اجيب الستاندرد ديفيجن او الفاريانس بتاع السامبل مش انا اصلا مدي لك السامبل اللي هي 22 23 26 15 22 هطبق اي قانون من القانونين دول ما هو انت خدت دول قبل كده في شابتر 3 ان اس سكوير فاكرين يا دكاتره فاكرين الكلام ده اس سكوير بتساوي 1 اوفر ان ماينس 1 بتاع سيجما اكس اي ماينس اكس بار سكوير قلت لك احنا هنستخدم القانون ده هو لان ده اسهل بكتير في التعامل معاه بالنسبه يعني انا شايف انه اسهل بس انا بيتهيالي هو اظرف من ناحيه ان الاكس اي ماينس الاكس بار هو عباره عن يعني بيبقى اقرب في الافريج ديفيجن وخلافه فبالتالي يبقى استخدامه هيبقى اظرف بالنسبه لك معايا اوكي يا شباب حضراتكم تابعيني
تمام. اوكي طبعا موجود عندي هنا انا 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 حسبته طبعا القانونين بيطلعوا لك نفس القيمه بس انا كنت حاسبه بالدايركت ميثود فهيطلع الفاليو بتاعت الفاريانس بتساوي 16.3. طبعا بدل ما استخدم القانون ده اقدر استخدم القانون اللي انا متعود عليه في شابتر 3 اللي هو اكس اي ماينس اكس بار الكل سكوير ومقسوم على ان ماينس 1. طلعت لي الفاليو بتاعت الفاريانس ب 16.3 يبقى انا هستخدم الستاندرد ديفيجن بتاع السامبل. عندي فاريانس البوبوليشن خد له سكوير روت خد له جذر تربيعي لما خد له سكوير روت يبقى انا جبت الستاندرد ديفيجن بتاع السامبل. خلاص انا رجعت للمساله العاديه بقى بتاعتي هرجع برضو اقول ان سمول اوفر ان كابيتال بيطلع فاليو اكبر من 0.05 لو البيبوليشن سايز ب 50 يبقى انا حاليا على طول اقدر احسب اس اكس بار اللي هي تبقى اس على روت ان تايمز ان كابيتال ماينس ان سمول على ان كابيتال ماينس 1 يطلع 1.73. يبقى القانون بتاعي اللي انا هستخدمه اهو اكس بار اللي هي 21.6 اس اكس بار انا حسبتها بس للاسف انا ما عنديش التي. طيب التي دي اجيبها منين؟ هجيبها من التيبل اللي انا اتكلمت عليه من شويه. تعال نجيب القيمه بتاعت التي خلي بالك 2776. هرجع اهو للجدول بتاع التي ديستريبيوشن اهو. هسال بقى هو حجم العينه كان كام؟ كان 5 عشان قلت لك اسامبل اوف 5 شيل منهم واحد يبقى 4. يبقى انا هنزل في الديجريز اوف فريدم لغايه نمبر 4 لغايه نمبر 4 بعدين همشي في ده لغايه الفا على 2. انا كونفيدنس ليفل 95% يعني سيجنيفيكانس 5% يعني 2.5% اللي هي 0.025 اهو الرقم بتاعي. بص عليه مشيت كده قدام ان ماينس 1 اللي هو عدد العينه ناقص 1 وقدام ال 0.025 يطلع لي 2.77645 انا ابروكسيميتد ان هو يبقى 2.776 لذلك خدت الرقم ده وطبعا عوضت فيه في الايكويشن بتاعتي يا شباب 2.776 طلعت على طول المين within this interval. نفس المطلوب الرابع لو انا عندي البيبوليشن ستاندرد ديفيجن از نوت سبورتد بس انا بتعامل مع لارج مع الانفاينايت كيس يبقى اس اكس بار بيساوي اس اوفر روت ان بدل ما كان عندي الكوركشن فاكتور يطلع 1.8. التي برضو اجيبها من الجدول قدام 4 و 0.025 يطلع لي ب 2.76 ادي الانترفال استيميشن بتاعه البيبوليشن. لو انت واخد بالك ومتابعني كويس هتلاحظ ان انا من الاول للاخر لم اتعدى اللي انت شايفه قدامك ده القانون البسيط خالص ده اللي هو لو انت عايز تخليه في صورة اسهل من كده اهو اكس بار زائد او ناقص زد الفا على 2 مضروبة في سيجما اكس بار. انا بستخدم القانون ده طالما الستاندرد ديفيجن بتاع البوبوليشن موجود. طب لو الستاندرد مش موجود بستخدم اس اكس بار. اس اكس بار دي بجيبها ازاي؟ يبقى اس على روت ان واتيفر بقى الطريقه اللي انت بتستخدم الستاندرد بتاع السامبل. وبدل ما بستخدم زد بستخدم التي اللي هي الديستريبيوشن بتاع التي اهو القانون عن طريق الجدول بتاع التي. لو انا حبيت اسالك في الجزء بتاع ان البوبوليشن ستاندرد ديفيجن از انافيلابل لازم في الامتحان هتلاقيني مديلك الجدول الظريف اللطيف اللي قدامك ده. كده الجزء الاولاني خلص من الليكتشر بتاعتنا وهو ان انا اقدر اوجد البوبوليشن مين بتاعي. وهتلاقي طبعا الكلام ده موجود عندك كويس جدا وهتلاقي عندك المسائل بتاعته موجوده وعندك مثال كمان محلول عندك بيتكلم على نفس المساله بالظبط زي اللي انا حليتها من شويه. هنا بيقول لك اسامبل اوف 10 ستودنتس هاد بين وذرون فروم ا بوبوليشن اوف سيرتن كلاس ذير سكورز وير اهم consider 95% يعني اذا ده معناه ان انا لو انا بستخدم الزد هتبقى زد 1.96. بيقول لك and the population variance is given انا مدي لك السيجما السيجما سكوير ب 9 يعني معناه ان السيجما بتساوي 3. هات لي الكونفيدنس انترفال استيميت في الحالتين دول يعني انا هنا يعتبر اكني مديك مسالتين مره نفس المساله والبوبوليشن سايز از نوت سبلايد فيبقى سيجما اكس بار بيساوي سيجما اوفر روت 10
ومره لو البوبليشن سايز سبورتد و100 يبقى نستخدم القانون الثاني اللي هو موجود فيه الكوركشن فاكتور. انزل معايا لو سمحت. الجزء الثاني اللي انا عايز اتكلم عليه هو الانترفال استيميشن اوف بوبليشن فاريانس او ستاندرد ديفيشن. ازاي بقدر اطلع الانترفال استيميشن بتاع البوبليشن فاريانس او الستاندرد ديفيشن؟ الجزء الاولاني اللي انا كنت بتكلم عليه بجيب الانترفال بتاعت المين، ازاي اطلع المين. لكن اللي انا هتكلم عليه دلوقت ازاي اجيب الانترفال استيميشن بتاعت الفاريانس. طيب هجيب ازاي البوبليشن فاريانس لو هو مش جيفن وانت عايز تجيبه within an interval؟ الجزء الاولاني موجود فيه الخلفية النظرية ان انا هحتاج ان انا اتكلم على ال chi square distribution اللي هو فيه ان x square بيساوي n minus 1 s square over sigma square. عشان اختصر الموضوع ده عليك بشكل كبير جدا، القانون المباشر اللي انا هستخدمه هو اللي موجود قدامك. ان انا دلوقتي اقدر اقول ان الفاريانس بتاع البوبليشن هو عبارة عن n minus 1 s square مقسوم على القيمة بتاعت x square اللي بخرجها من التيبل اللي هتشوفك دلوقتي. ده في حالة ان الكونفيدنس ليفل هو عبارة او في حالة السيجنيفيكانس ليفل اللي هو 1 minus الفا او الكونفيدنس ليفل بتاعي اللي هيبقى سبورتد في المسألة بتاعتك. لاحظ ان البوبليشن فاريانس بيبقى عبارة عن الفترة اللي موجودة قدامك اللي فيها upper bound و lower bound. الجزء اللي في اليمين n minus 1 s square مقسوم على الفاليو بتاعت x square 1 minus alpha على 2، ده انت هتعرف تطلعه حالا، و x square alpha على 2 هتعرف تجيبه حالا. يبقى انا لو حبيت اجيب البوبليشن فاريانس بسهولة بجيبه من القانون ده. طبعا القانون ده لازم تحفظه اللي هو n minus 1 s square مقسوم على x square، ده بس اللي انا محتاج تحفظه. طيب ايه بقى x square دي؟ x square دي بتجاب من تيبل اسمه ال chi square distribution، ده الجدول بتاعه. الجدول ده برضو لو انا حبيت اسالك هيبقى given في الامتحان. طيب ازاي بقدر اجيب الفاليو بتاعت الاكس سكوير من التيبل ده؟ على فكرة التيبل ده بيدي لك قيمتين بتاعت الاكس سكوير، يعني بيطلع لك رقمين للاكس سكوير. مثلا لو الكونفيدنس ليفل 95% والسامبل سايز بخمسة، هعتبر ان الان بتساوي خمسة، يعني الديجريز اوف فريدم ان ماينس 1 زي الستودنت ديستريبيوشن بالظبط. يبقى انا لو السامبل سايز بخمسة هدخل في الجدول ده عند رقم اربعة، اهو ده رقم اربعة، همشي قدام رقم اربعة في هنا. لو انت بصيت فوق هتلاقي بوينت دبل ناين فايف، وفي اخر الجدول الكمالة بتاعته بوينت دبل زيرو فايف، هتلاقي هنا بوينت ناينتي ناين وهتلاقي هنا بوينت زيرو وان. يعني عندك الرقم اللي موجود فيه الكونفيدنس ليفل والرقم بتاع السيجنيفيكانس ليفل. يعني لو انا بتكلم على 95% 95% confidence، ده معناه ان 1 minus alpha على 2 اللي هو 0.975، يعني 1 ناقص 2.5% يبقى 0.975، وقدامها alpha على 2 اللي هي 0.025. بص العمود ده اللي انا بشاور عليه، ارجوك بص على العمود اللي انا بشاور عليه دلوقتي اللي هو 0.025 والعمود اللي هو 0.975. هخش قدام 4 هيروح مديني الرقم الاولاني اللي هو 0.484، ده الرقم اللي انا هحتاجه، والرقم الثاني اللي هو 11.143، دول اللي انا هستخدمهم في الانترفال بتاعتي اللي انت شايفه فوق ده. اعتقد احسن حاجه دلوقت ان انا اخد على طول مساله. خلي بالك ان ده الانترفال استيميت بتاعت الفاريانس. طب بتاعت الستاندرد ديفيجن ابدا، هاخد سكوير روت، يبقى اخد سكوير روت للرقمين دول. انا خلصت الليكتشر بتاعت النهارده اصلا، تعال نشوف مساله من فضلك. انزل معايا كده، هتلاقيه بيقول لك ذا كوليسترول كونسنتريشن.
in the yolks of each of a sample of 18 randomly selected eggs. Stop. كده حضرتك السامبل سايز بكام؟ سما السامبل سايز اللي قدامك بكام؟ ها نانسي تاني بيقول لك الكوليسترون concentration in the yolks of each of a sample of 18 randomly selected eggs. مظبوط. يبقى انا عندي ال n small بيساوي 18. كمل بيقول لك led by genetically engineered chickens were found to have a mean value x bar of 9.38. انا كده اديت لك الx bar لو انت احتاج تستخدمه. كمل and a standard deviation انا مديك ال standard deviation بتاع السامبل of 1.62. يبقى انت عارف الx bar وعارف الs. Use this information. استخدم الداتا اللي أنا بديها لك to construct a confidence interval estimate of the true variance and standard deviation. استخدم الداتا اللي أنا بديها لك دي عشان تجيب لي الانترفال بتاعة البيبليشن variance و standard deviation of the cholesterol concentration in the eggs of egg yolks مثلا. الconfidence level اللي انت هتستخدمه 95%. شو بقى تابعني قوي قوي إلا نعمل موضوع سهل جدا تافه جدا يعني. رقم واحد انا قايل لك ان العدد بتاع السامبل بيساوي 18 يبقى n minus 1 بيساوي 17. امسكها في ايدك الرقم ده مهم. انا بتكلم ان الconfidence level 95% يعني معناه ان significance level 5% يعني معناها 0.025. يبقى انا عارف ان الفا على 2 0.025 واحد ماينس الفا على 2.975. دلوقتي اقدر اطلع الx سكوير. تعال خشيلي في الجدول بتاع التشاي ده جدول التشاي. انزل هنا انزل في الجزء ده لغاية number 17 عند رقم 17 اهو. اذا انت واخد بالك انا بشاور عليه اهو ده رقم 17 ده كتر شايفينه. امشي قدام 17 لغاية لما تلاقي 0.0975 اهي اللي هي 7.564 وامشي لغاية لما تقابل الرقم اللي هو 0.025. انا ماشي اهو فين ال 0.025 اللي هو 30.191. يبقى انا بجيب الرقم اللي حضرتك شايفه قدامي ده اللي انا بشاور عليه دلوقتي بالسهم 30.191 اللي هو قدام x بيساوي 0.025 ادي 30.191 وباخد كمان من الجدول الرقم اللي قدام 0.975 اللي هو 7.5. لذلك هتلاقيني كاتب لك فوق ان from table هتلاقي عندك الx square بتاعت 0.975 اللي هي 7.5 وبتاعت ال 0.025 30. انا خلصت تقريبا. الستاندرد ديفيجن انا مديهولك بتاع في المساله قايل لك ان الستاندرد 1.62. خلاص انا خلصت. هروح على طول اكتب القانون ان الفاريانس بيساوي ان ماينس 1 مضروب في الستاندرد مقسوم على القيمه بتاعه الاكس سكوير. هي انت عندك رقمين الصغير في اليمين والكبير في الشمال. روح مديك الانترفال بتاعتك على طول. يبقى انا دلوقتي عرفت ان الفاريانس within this interval. برضو نفس السؤال اللي أنا كنت سألته لسما من شوية. What is the probability that the population variance is within this interval اللي هو 95% اللي احنا اتكلمنا عليه. ده كترة حضراتكم تابعيني. أيوة ما حضرتك لو انت واخد بالك انا ما خدتش الا قانون واحد اللي هو ده هو. الفاريانس بيساوي انما ماينس 1 يعني عدد العينه ناقص 1 مضروب في السكوير مقسوم على القيمه بتاعت اكس سكوير. قيمه اكس سكوير دي بجيبها منين؟ من التشاي سكوير ديستريبيوشن الجدول اللي حضرتك شايفه ده. الجدول ده بيدي لك ال2 باوندز بيدي لك الرقمين دول الرقم اللي في اليمين والرقم اللي في الشمال. قدام ان ناقص ان ماينس 1 اقدر اطلع الرقمين او القيمتين بتوعي على طول دايركت. انزل معايا خلاص انا كده خلصت جبت البيبيليشن فاريانس. لو انت عايز تطلع البيبيليشن ستاندرد ديفيجن بكل بساطه خد سكوير روت للايكويشن دي سكوير روت لليمين والشمال
يبقى انت جبت الكونفيدنس انترفال بتاعت الستاندرد ديفيشن. شباب انا هقف لغايه هنا، مش هدخلك في الحاله بتاعت الكونفيدنس انترفال وذ لارج سامبل، كفايه عليك كده قوانين. يبقى انت مجمل خلاص، يبقى انا واقف معاك لغاية 5.1 5.2 موجودة عندك، بس للعلم يعني انا مش بستخدم الاكس سكوير، انا بستخدم الزد الفا على 2 اللي هي من النورمال ديستريبيوشن، كفاية عليك كده. يبقى انا دلوقتي عرفت ازاي اقدر احسب الكونفيدنس انترفال استيميشن بتاعت الفاريانس عن طريق التراي سكوير ديستريبيوشن. اوكي يا دكاترة حضراتكم تابعيني تمام؟ مع حضرتك يا دكتور. كفاية عليك كده. الجزء اللي فاضل في الشابتر ده اعتبر انه هو موجود معاك وانت مش محتاج في حاجة تانية. طبعا عندك بقى بعض المسائل تانية direct substitution، زي مثلا المسألة اللي تحتيها او المسألة اللي موجودة قدامك دي اللي بيكلمك ان عندك technologist is developing a new method for processing a food material it is known that the best quality. مديك بقى سيناريو هنا، كل ده كلام هاجس. اهم حاجة في المسألة اللي موجودة قدامك دي ان انت دلوقتي خلي بالك مدي لك القيمة بتاعت الx square عند point 95 او يعني كل في السامبل بتاعك معلوم، عندك السامبل سايز معلوم، اقدر على طول ان انا احسب الانترفال استيميت بتاعتي. فبالتالي انا هكتفي بالمثال اللي هو 5.1 اللي انت اتكلمت اللي انا اتكلمت عليه فوق، وسيبك بقى من بقية الشابتر كفاية عليك كده. فضل لك بس مجموعة القوانين بتاعت المرة اللي جاية وابقى انا خلصت الكورس بتاعي. مش مطلوب منك assignment هنا، بس مهم جدا جدا انك تحفظ بكويس جدا القانون اللي قدامك ده، ان الفاريانس هو عبارة عن n minus 1 s square و n minus 1 s square، مرة بقسم على القيمة بتاعت ال x square يمين وشمال، ما تتلخبطش منهم. انا في الجدول بتاع التراي سكوير ديستريبيوشن قدام ان ماينس 1 هيطلع عندي من الجدول ده رقمين، الاقل فيهم هو اللي هيبقى في اليمين والاكبر هو اللي هيبقى في الشمال، فبالتالي هيدي لك انترفال لها 2 باوند، واحد فيهم اكبر من الثاني، هو ده اللي انا هستخدمه وكفايه عليك كده. تمام يا شباب حضراتكم تابعيني؟ اوكي واضح تمام يا دكتور. تمام ثانيه واحده